عاجل جدا، الجيش المصري يتدرب على تنفيذ عملية عسكرية في إحدى جزر البحر الأحمر، وعاجل جدا مصر تحذر العالم من الحرب على سد النهضة، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مذيعة متهمة بالقتل. ووردنا الآن دولة إفريقية تفتح أسواقها أمام مصر للمرة الأولى، وعاجل ضربة ضد طبيب وزوجته للجنايات بتهمة خطف 6 أطفال. ننشر لحضراتكم التفاصيل. ووردنا الآن خطأ شائع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام. صلوا على الحبيب محمد ورمضان كريم عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. أبدأ أنشر لحضراتكم أول خبر، وعاجل جدا مصر تحذر العالم من الحرب على سد النهضة. وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول سد النهضة، وطلب وزير الخارجية المصري تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات. وأجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتريتش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض آخر التطورات في ملف سد النهضة، وأكد على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. والوزير سامح شكري أكد خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وتأثير ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل لاتفاق منشود وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن. يعني وزير سامح شكري ده زي ما تقولوا خلاص تصعيد دولي رسمي بخصوص قضية سد النهضة، زي ما تقولوا ده خطاب للمجتمع الدولي ان مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة، وإلا سيؤثر ذلك على أمن واستقرار المنطقة. هذا الأمر في منتهى الخطورة. أترك لحضراتكم التعليق. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. صلوا على الحبيب محمد، ويلا ندخل على الخبر التالي. بمناسبة هذا الأمر، عاجل جدا الجيش المصري يتدرب على تنفيذ عملية عسكرية في إحدى جزر البحر الأحمر. القوات المسلحة المصرية أعلنت تنفيذ المشروع التدريبي اسمه الفاتح 2021 الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية. والقوات المسلحة المصرية قالت إن التدريب حضره رئيس أركان حرب الجيش الفريق محمد فريد، حيث تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهمة المخططة. والقوات المسلحة المصرية أوضحت أن التدريب شهد التخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية. وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة في تنفيذ المهام المخططة وطارئة بكفاءة عالية. وناقش رئيس أركان حرب قوات المسلحة مع عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة. المصدر كان معنا من RT.
يعني عاوز ألفت انتباه حضراتكم بحاجة. لو ركزتوا على اسم التدريب، التدريب باسم الفاتح 2021، كلمة الفاتح، والتدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية وعلى جزر من البحر الأحمر. فلو ربطتوا كلمة الفاتح بتدريب على المنطقة الجنوبية العسكرية، والموضوع أعتقد يتعلق بنسبة 80% من وجهة نظري أنا الشخصية يتعلق بموضوع سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام جدا، واللي ما شفتش ناس كتير الصراحة اتكلموا عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني في منتهى الأهمية. وللأسف يعني التلفزيون المصري أو يعني التوك شو ما بيتكلموش عن الأخبار المهمة دي. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل أنتم شايفين هذا التدريب ليه علاقة بسد النهضة أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق. خبر آخر معانا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مذيعة متهمة بالقتل. أعلنت وسائل إعلام مصرية القبض على مذيعة مصرية بالراديو بتهمة قتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض. وقامت المذيعة المصرية بارتكاب جريمة القتل بسبب إبلاغ المجني عليها عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص. وقام قوات الأمن بالقبض على المتهمة متلبسة وفي يدها السلاح المستخدم في الجريمة، حيث اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات. المصدر معانا كان من الوطن. خبر آخر معانا ووردنا الآن، دولة إفريقية تفتح أسواقها أمام مصر للمرة الأولى. أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك ماشار وافق على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر للمرة الأولى. يعني هذا تعاون اقتصادي جميل جدا بين مصر وجنوب السودان. وأوضحت وزارة الزراعة أن القصير استعرض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة، والتي أسفرت على اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لنحو 14 منطقة خالية من أنفلونزا الطيور في مصر، ويجرى اعتماد 16 منشأة أخرى جديدة، ووصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبدء التصدير للخارج. والجدير بالذكر أن وزير الزراعة قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى دولة جنوب السودان لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لجنوب السودان. وخلال الزيارة قام القصير بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي. المصدر معانا كان من RT. يعني كان في موقف لجنوب السودان في البداية في مشكلة سد النهضة كانت بتأيد إثيوبيا بشكل كبير جدا، ولكن يعني في الفترة الأخيرة نرى أن جنوب السودان يعني موقفها تبدل تماما ودعمت مصر في حقوقها المائية. جنوب السودان الفترة الأخيرة دعمت مصر في حقوقها المائية، وقالت أنها يعني فيما معناه أنها ضد التعنت الإثيوبي وضد التصرف الأحادي بالنسبة لإثيوبيا في موضوع سد النهضة. فنجد الآن التعاون بين مصر وجنوب السودان. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف خبر آخر معانا، عاجل ضربة ضد طبيب وزوجته بتهمة خطف 6 أطفال. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف 6 أطفال. وخطف مايكل فهمي 6 أطفال عن طريق التحايل باستغلال صغر أعمارهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادته الخاصة وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته. واشتركت زوجته معه بالاتفاق والمساعدة، مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن
لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم وزوجته إثر شهادة 12 شاهدا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة لمعاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلب به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وما ثبت من فحص حاسوب المتهمين وهواتفهم وما فيها من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور. كما اعتمدت النيابة العامة على إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني الحمد لله تصرف جميل وسريع من النيابة العامة ضد هذا المتهم، وتحية كبيرة لرجال القضاء والشرطة في مصر. خبر آخر معانا ووردنا الآن: خطأ شاسع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام. يتعمد الكثيرون تناول الطعام والشراب بعد بدء الأذان بقليل أو أثناؤه بسبب تأخرهم بالنوم وتفويتهم وجبة السحور، ثم يصومون اليوم التالي بشكل عادي، إلا أن هذا الأمر يعتبر خطأ فقهيا. وأكد مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأكل والشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم. وورد سؤال على صفحة المجمع يقول صاحبه: تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي، وعند الاستيقاظ كان المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان، فهل صيامنا صحيح؟ وردت لجنة الفتوى التابعة للمجمع قائلة: يجب عليكم الإمساك بقية اليوم، وعليكم قضاء هذا اليوم بعد رمضان، لأن الأكل والشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم. المصدر معنا كان من البيان، وده كان اعتقاد خاطئ عند البعض، ومجمع البحوث الإسلامية رد على هذا الأمر وقال إن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر، وأول ما نلاقي الأذان إذن نمنع على طول شرب أو أكل. ورمضان كريم عليكم بإذن الله، كل سنة طيبين. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB، وتحية كبيرة لأبانوب خلفاوي اللي بيتعب معانا جدا في مونتاج الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.